السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudaraku rahimakumullah. Berikut ini kami sebutkan bacaan membaca Fatihah dan doa untuk anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Ada dua pilihan cara. Yang pertama dengan menyebutkan namanya satu persatu. Dan yang kedua cukup dengan menjamaknya secara keseluruhan. Berikut adalah contoh yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahal Azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Khususan ila ruhi. Wa ila ruhi. Wa ila ruhi. وإلى روحي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan berikut ini adalah contoh yang kedua. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خصوصا إلى جميع أرواح عيالي الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.